يا اللي بيجد على شعب بالمرة بشر يا الله لا برا شاوربك والله نهرة يسقط بشار الاسد يسقط بشار الاسد. نحن نطالب باسقاط النظام، ولكن نوجه رسالة الى اخواننا المفاوضين الذين يفاوضون هذا المندوب الروسي اللعين. روسيا لعينة، نحن نحذركم ايها الاخوة بان روسيا تلعب على الحبلين. روسيا خبيثة تلعب على الحبلين.